أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت تتفرج على مستر محمد الجلاد مدرس اللغة الإنجليزية بالإسكندرية، والنهارده عاملين للناس مفاجأة كويسة جدا. النهارده معانا كتاب المعاصر، أول ثلاث وحدات هتلاقيهم بجودة عالية جدا موجودين في الوصف بتاع الفيديو، تقدر تحملهم. المفاجأة الثانية اللي معانا النهارده إن شاء الله تقدر تحمل بردك من وصف الفيديو نموذج الإجابة المعتمد بتاع كتاب المعاصر، بحيث أن أنت تقدر تحل وتراجع الإجابات بتاعتك من نموذج الإجابة. قريبا جدا إن شاء الله نعمل لكم مفاجأة تانية وننزل لك بقية الكتاب PDF بجودة تكون واضحة، بحيث أن أنت تقدر تتعامل من خلالها. وانتظروا المفاجآت الأخرى، ناويين إن شاء الله نكمل سلسلة الكتب اللي هتنزل إن شاء الله. برضك هننزل لك كتاب جيم قريبا جدا بنموذج الإجابة بتاعته. هسيبك بقى دلوقتي تستمتع بالعرض بتاع الكتاب اللي هو كتاب المعاصر، وزي ما قلت لك إن شاء الله يكون عندك الثلاث وحدات الأورانيين، تمام؟ ده هيكون الاستعراض بتاع يونت 1، من يونت 1 لـ3 إن شاء الله. بضغطة واحدة هتلاقي عندك الثلاث روابط بتوع لينكات التحميل، يونت 1 ويونت 2 ويونت 3 لوحدهم، ومعاهم برضك هيبقى مرفق الرابط اللي هتقدر تحمل من خلاله الإجابات، بحيث ان انت زي ما قلت لك تقدر تحل وتقدر تتأكد من إجاباتك اذا كانت صح او غلط. اسيبك دلوقتي بقى مع الفيديو واستعراض الكتاب، ويا رب يجعله فايدة وتستفيدوا، وما تنسوناش من خالص دعائكم. كنت معاكم مستركم الجميل مستر محمد الجلاد مدرس اللغة الإنجليزية بالإسكندرية.